وإثر قرار الإفراج عن الموقوفين بالقاهرة من أحباء الترجي الرياضي التونسي، وبعد الاتصالات التي جرت بسرت بين الرئيس زين العابد بن علي وأخيه الرئيس المصري محمد حسني مبارك، تحول إلى مطار تونس قرطاج وفد من جمعية الترجي يضم جمعا غفيرا من أسرة هذه الجمعية من مسؤولين رياضيين وأحباء، يتقدمهم رئيس الجمعية السيد حمدي المدب للتعبير لرئيس الدولة بمناسبة عودته إلى تونس عن مشاعر إكبارهم وعرفانهم بالجميل. وقد توجه رئيس جمعية الترجي باسم هيئتها المديرة ولاعبيها وأولياء المفرج عنهم ببالغ الشكر وعميق الامتنان لسيادة الرئيس على ما أحاطهم به من رعاية شاملة، مؤكدين التزامهم بالعمل مستقبلا على الحيلولة دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة التي شهدها لقاء الترجي والأهلي المصري بالقاهرة.